استنى، والله ما ليا دعوه. هو وليد هو اللي قال لي انها سهله تتشقط عادي يعني. عايز يشوفك يجيلك لحد عندك، نروح عنده تاني؟ لا، اوكي؟ أنا أصلاً مش عايزة أروح له تاني. حبيبي، مين ده اللي ظابط ميعاده علينا؟ معرفش. اطلعي يا حبيبي أوضتك وشوفي المهرجان اللي بيحصل فوق. اوكي. أهلاً رامي. مالك، سوري إن أنا جيت على طول كده، بس أنا قلقت عليكي بعد ما قمتي كده وسبتينا، وبعدين أنتِ مش بتردي على الموبايل. طب هنتكلم على الباب، اتفضل. كلمتيني على انهي واحد فيهم؟ جالك عليه مسج غريب كده وقمتي فجأة. سوري ما خدتش بالي. عملت معانا ايه؟ تمام، كله تمام. هي قفشت شويه لما مشيتي، اكملها ما خدتش الديبوزيت اللي كنا متفقين عليه. هي ايه حكايتها؟ هو احنا هنطير ولا هنضحك عليها؟ تصدق اني ابتديت اشك فيها؟ لا لا، اميره ما بتلعبش. امال مالها هتموت على الفلوس كده ليه؟ في ناس كتير حواليها هيقبضوا، انت فاهمه يعني ايه هتخليه يخلع مراته؟ طب يبقى فكرني بكره اكتب لك الشيك. تعالى نشرب حاجه. لا انا لازم اجري، بس ثانك يو. في حاجه ثانيه حصلت بعد ما نزلتي من الايجنسي على طول، بس انا قلت استنى لحد ما الميتنج بتاع اميره يخلص واقول لك عليها. خير؟ الانذار ده جه بعد ما نزلتي على طول وانا استلمته. انذار؟ انذار بعدم تصرفها في أي حاجة ورثتها لحد ما يجي تقرير خبير. بس أنت متأكد إنها زورت قبضة أخوك؟ طبعًا، ده أنا متأكد زي ما أنا متأكد إن متعشي طاجن بامية باللحمة الضاني من إيدك الحلوة دي يا نادية. يا راجل أنا ما بهزرش. ولا أنا بهزر، معرفوش، ما يلزمنيش. أنا طول عمري راجل جد، أحب الجد وأموت في الجد. والنار. ويا عيني على الجد ويا روح على الجد. الجد أنت هتغني لي؟ وما غنيش ليه؟ ما الناس كلها بتغني يا أختي. والله أنا خايفة تكون بترمي فلوسك على الفاضي والمحامي بتاعك ده يكون بيضحك عليك. إيه؟ يضحك عليا؟ ده أنا أضحك على أهل واحد واحد. عيب عليك يا نادية، عيب. وانا كلوديا ولا كلودي؟ لا يا حبيبي، معاش ولا كان اللي يقول عليك كده. بس انا خايفة ليكون اخوك كتب لها كل حاجة قبل ما يموت زي ما بتحلف. يا اختي تحلف زي ما هي عايزة. انا بيني وبينها ورق 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 ورق. طب افترض بقى ان الخبير قال دي امضتون. نادية. نعم. ياريت تعملي لك قفلة وتعملي القهوة عشان اظبط دماغي، بدل ما انت يعني ها ناوية تحرقي دمي. ماشي ماشي، اما نشوف اخرتها. عاوز تعرفي اخرتها؟ اخرتها؟ اخرتها ملايين ملهاش حد. يا رب، من بقك لباب السما يا رب. اللي قولي لي يا حلوة. نعم. المحروس ابنك الحيلة فين؟ ما جاش ليه لحد دلوقتي؟ الحيلة في الشغل. شغل ولا يكون شاف له شوفة؟ شفت ايه؟ أمال اللي أنا بعمله ده كله هيطلع على فشوش؟ يا نادية. يا نادية، ما أنت بقالك سنتين بتعملي وما شفناش يا أختي نتيجة. لا
المرة دي غير كل مرة، بس هات لي بقى الطلب اللي أنا طلبته منك. بس كده؟ هيحصل، هيحصل إن شاء الله بإذن المولى هيكون عندك. الواد الغفير بتاعها هيديني تليفون بكرة الصبح أول ما يستلم الطلب ده في إيده. بس على الله يكون صادق وما يجيب لناش أي حاجة والسلام. أي حاجة والسلام؟ ده أنا أخلي وقعت أمه سودة. نديم حرام عليك، قلت لك كنت شاربه ومش فاعل، فجأة لقيت نفسي بعمل كده. انت ايه يعني؟ عمرك ما غلط؟ انا اول مرة في حياتي اعمل كده، انا عمري ما خنتك، رغم اني عارفة ومتأكدة انك خنتني كتير. انا ما ينفعش اروح كده، لو لوجيك انا صحيح هنقول لها ايه؟ بليز يا نديم، احنا فرطه كبيره قوي، لازم نهدى ونفكر بالعقل. أنا خايفة يكون حد شاف عربيتك عند فيلته، ولما يلاقوا جثته يوصلوا لنا وتبقى مصيبة، وحتى ممكن يتهموك بقتله لو كان مات. لو كان عايش بقى تبقى مصيبة أكبر. انزلي. انزلي فين؟ انزلي هنا. يا نادين طب خلينا نروح. طيب لا يا نادين بليه، Thank you.
جاهز خبر في كل الجرايد بكره ان انا ورشا انفصلنا. ايه؟ ويتقال جوه الخبر ان احنا منفصلين من زمان بس كنا مأجلين اعلان الموضوع. طب هو ايه اللي حصل؟ اعملي اللي بقولك عليه من غير اسئله. اوكي. لا ما فهمتش. ماشي نقول كمان. الحكايه وما فيها ان المحكمه خدت عقد البيع اللي عمله لك المرحوم والدك وحولته لخبير بسبب طعن عمك عليه بالتزوير. قام المحامي بتاعه واخد صيغه القرار وعمل بيه انذار ووزعه على البنوك والغرفه التجاريه وبما فيهم حضرتك بعدم التصرف في الممتلكات لحين البت في قرار الخبير. يعني ايه؟ يعني انا اروح البنك عشان اسحب فلوس يقولوا لي لا سوري عمك منعك من التصرف باموالك؟
ده في حالة لو مدير البنك خد بالإنذار واعتبر إن في نزاع على التركة وما حبش يدخل نفسه في مشاكل. نزاع إيه مشاكل؟ أنا مالي بالكلام ده يا أستاذ جلال؟ هو أنا ذنبي إن أبويا كتب لي كل حاجة باسمي قبل ما يموت؟ لا مش ذنبك، بس ذنبك إن ليك يا عم مش مصدق اللي حصل وعايز يحشر نفسه في التركة بأي شكل من الأشكال. مش عارفة أقول له إيه ولا أعمل معاه إيه ده؟ ولا تقولي ولا تعيدي، هي كلها أسبوعين بالكتير وقرار الخبير يطلع، والدعوة كلها تترفض من أولها وكأن شيئا لم يكن. إيه الطمع اللي بقى في الناس ده يا أستاذ جلال؟ لا وإيه؟ امبارح جاي لي البيت يهددني وآخر النهار بعت لي إنذار. على فكرة الإنذار ده ولا ليه أي لازمة، دي هي أي غلاسة والسلام. سوري لو قطعت حديثكم. لا خدي راحتك، إحنا ما كناش بنقول أي حاجة مهمة. قصدي يعني خلصنا الكلام المهم. أيوه ما علينا، في واحد بره بيقول إن أنتِ تعرفيه ومحتاج يقابلك ضروري. مين ده؟ بيقول اسمه الليسي. مش موجودة. أنا قلت كده برضو، أو هعتبر فعلا إنها مش موجودة. على العموم لما تدخلي لها كمان شوية وبسلمي لي عليها وقولي لها إن أنا مستني كل اللي اتفقنا عليه وخليها تنجز بدل يعني ما الطلبات تزيد. أوكي. أنت صحيح مخطوبة ولا متجوزة؟ أظن دي حاجة ما تخصكش. صح تمام، حاجة ما تخصنيش فعلا. حاجة ما تخصنيش يعني. انتي قلتي لي اسمك ايه؟ ما قلتش. اه طيب نايس تو ميت يو يا استاذة. ما قلتش. اه مين الشخص الملزق ده؟ معرفش. طب كان عايز ايه؟ عايز اقابل الملك. وهي قالت لي لو جه هنا تاني يتقال له مش موجوده. طب وهو يعرفه منين ولا هي اصلا تعرفه منين ده؟ يا رامي ما قلت لك معرفش، هنقعد نعيد ونزيد. ما انت مش ملاحظه انك متغيره معايا شويه. رامي ممكن حساسيتك الاوفر دي بلاش دلوقتي، يعني راعي ان اليومين دول انا ظروفي مش قد كده ومتلخبطه، فبجد مش ناقصاك انت كمان. اوفر؟ من ساعة وفاة والدك وأنا بقولك إن موضوع الليسي ده مش هيتحل كده. اوعى تقولي قضية. ده رأيي. ما هو ده أسهل رأي عند أي محامي. بالعكس، أنا في موضوع عمك قلتلك نديله قرشين ونخلص، لكن موضوع الليسي ده ملوش غير المحكمة. مشكلة إن الموضوع ما يخصنيش لوحدي. ما علينا، أجلي موضوع الليسي ده لغاية ما أخلص من قضية عمي. طيب أنا هسيب حضرتك لتليفوناتك وهنطلق انا اروح على المحكمه. ميرسي يا استاذ جلال. العفو. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا حازم. لا يا حبيبتي، ده انا مش هو. اصل بصراحه دخلتك عليا امبارح بشياطينك قفلتني من بنتك الكدابه قوي اللي انا بعطف عليها عشان مرضها وبس. يا ريت تبعديها عني لغايه ما تعرفي تربيها. ولعلمك ابوها مش طايقها خالص. لولا المجنونه قفلت قبل ما تسمع الكلمتين اللي عايزه اسمعهم لها. بتكلمي مين يا وسام؟ بتكلمي مين من تليفوني يا وسام؟ ده تليفونك صح؟ صح؟ كلمتيها ليه؟ ردي! ارد ايه وهي دي عايزه رد؟ واحده جت بيتي هزقتني وفتحت هزاقه عليا كده قدامك وانت ساكت. فيها يعني ما اقول لها كلمتين في جنبها يمكن تحس؟ وانت مالك ومالها؟ بتجري شكلها ليه؟ انا برضو اللي بجر شكلها يا شيخ، حرام عليك. واحده جت بيتي هزقتني قدامك وانت ساكت. أنا أقدر أروح بيتها أعمل نص اللي هي عملته ده؟ ممكن بقى أعرف أنت قلت لها إيه بالظبط؟ قلت لها اللي قلته لها، إيه خايف على زعلها قوي؟ وسام لاحظي إنك أنت بقيتي تتصرفي من دماغك وده غلط. وهفضل أتصرف من دماغي على فكرة، عشان أنت مش عارف تجيب لي حقي. شيل الست دي من دماغك عشان نعرف نعيش؟ مش لما تشيلها أنت الأول. شلتها من زمان، من ساعة ما طلعتها، دلوقتي مفيش بيني وبينها غير بنتي وبس. يا شيخ يا رب، يا رب ما يبقى في بينك وبينها أي حاجة خالص. لعلمك بنتك عايز تشوفها تشوفها بره بيتي مش هنا، وبرضه رجلي على رجلك. وبعدين نمرة الهانم دي على موبايلك لغاية دلوقتي بتعمل ايه؟ مش كفاية معاك نمرة بنتها؟ النمرة دي لازم تتدلت دلوقتي حالا. هات الموبايل ده.
مش هسيبه غير لما اتدلت النمره قدام عينيا. مش هعمل كده يا وسام، وسيبيني في حالي دلوقتي، انا مش طايق نفسي. ماشي يا حازم هسيبك، بس مش هسيبها واما اشوف اخرتها ايه. عندي سؤال وخبر. والخبر وانسى السؤال كده. طيب خدي عندك بقى، نديم فخري طلق مراته. بتهرج وهي دي فيها تهريج شويه، وهتلاقي الخبر نزل على النت. رامي هو هيكون اميره ليها يد؟ بقول لك ايه، كل اللي خرب البيوت. واحنا مالنا؟ احنا مالنا ايه، احنا مش دافع لها فلوس عشان تخرب بيت الراجل، احنا دافعين لها فلوس عشان تجيب لنا منه الكامبين. ماشي، اذا انا قلت لك ان هي اتفاجئت. حلفت لي ان هي ما كانتش تعرف اي حاجه غير لما هو قالها بنفسه، وبعدين انت مش قلتي ان هي مقضيها؟ لا كلام، انما بعيني انا ما شفتش حاجه. انا هفضل قلقانه كده لغايه ما اعرف هم اتطلقوا ليه. وانت حر يا رامي لو كان ليها يد في الموضوع ده. وانا مالي، هو انا قلت له يطلق مراته؟ هاكل يا حبيبي، بعد ما ناكل هنروح مشوار مع بعض. هنروح لمامي؟ مش انا قلت لك مامي مسافره؟ سافرت وانت نايمه ما قدرناش نصحيك. كام يوم وهشوف اذا كنت تروحي لها تقعدي معاها ولا تفضلي معايا انا. نروح نغسل ايدينا بقى عشان نخرج. ايوه يا باشا، هو اتصل عليا وقال لي يا متولي انت اجازه. قلت له ماشي، او تيجي بكره براحتك. قلت له ماشي، او جيت الصبح لقيته يا ولده زي ما انتوا شايفينه كده. هو عايش لوحده هنا؟ ايوه يا باشا، هو واخدها ايجار، او كان ناوي يعمل فيها اللي بتاع ده، اللي بتاع اللي هيلعبوا فيه ده. جيم؟ ايوه عليك نور يا باشا. يا مجدي بيه. أوامرك يا باشا. تاخد بطاقته وتجيبه لي النيابة النهارده بالليل. تمام. بطاقتك يا حاج. عظيم جدا. التحليل ده يطلع امتى؟ اديني كام يوم كده وانا اقول لك النتيجه. بس انا وجهه نظري البنت ما ينفعش تعيش معاك اليومين دول. اعرف النتيجه الاول وبعدين اقرر. حبيبي انا ما بتكلمش على كده، انا بس بقول ان وجود البنت معاك وانت في الحاله دي مش كويس عليك ولا عليها، علشان كده انا هاخدها معايا البيت.
لحد ما نتاكد بس نعرف ان هي من دمنا ولا مش من دمنا، وساعتها نفكر هنعمل ايه. وتقول ايه لمراتك؟ اكيد هتعرف ان في انفصال، لكن تاكد الكلام اللي انت قلته لي هيقدر سر بينا طول العمر. وزي التحليل قال انها مش بنتي. يا اخي ما تسبقش الاحداث. اهلا وسهلا. اتفضل سعاده الباشا، ايه الحاجات اللي طلبتها؟ اوعى تكون مش بتاعتها وجايب لي حاجه من عند جماعتك. عيب يا سعاده الباشا. الله، انت بتكلم راجل. هنشوف حكمنا ليه طريقه بعرف بيها الراجل من العيل الصغير. ويا ويلك وسواد ليلك لو طلعت بتزاك عليا. طب وكتاب الله يا باشا، وكتاب الله الحاجات دي بتاعتها وتخصها وما تخص الجماعه بتوعها. خلاص يا عم، ده حلفت هصدقك. خد امسك. خيرك مغرقنا يا باشا. يا عم خيرك مغرقنا والله. انت لسه شفت حاجه؟ يو الحاجات دي كلها لسه فكه تصبيره. إنما بقى وعني مني هتشوف الفلوس اللي بجد. توكل على الله، توكل على الله يا باشا. بسرعه بسرعه يا باشا. شفته بره ده؟ ده عم حضرتك فهم بيه، كان بيسأل على حضرتك، وقلت له حضرتك مش موجوده في الفله ولا ايوتا حد موجود في الفله. عشان كده اول ما شافني طار بعربيته وانت جريت على جوه. لا حضرتك، هو وقف جنب سور الفله وقعد يكلكس بالعربيه، لقيته عم حضرتك فهم بيه بيكلكس. طيب يا حافظ، معاك ساعه تلم فيها هدومك وتتكل على الله، مش ساعه برضو تكفيك؟ انا ما عملتش ايوتا. سمعتني؟ وكتاب الله ساعه لحضرتك وبعدين؟ هنفضل كده كتير؟ هو انت اول ولا اخر واحد يتفاصل عن مراته؟ طب انت عارف ان هي صرفت النهارده التشيك اللي انت كنت كاتبه للايجنت؟